خير يا عوالة، وأهلا بكم في حلقة جديدة. هذيك الطرف اللي ديما يعني تخليك مروق وجوك مليح، هذيك يعني نحب انا نسميها الفاتنه السمراء من كثر الجمال نتاعها. وانت اكيد طبعا تحبني تو ندوي على كيم كارداشيان ولا شيرين عبد الوهاب، لكن في الحقيقه ندوي على القهوه. awesome. طبعا هذا البن مش قهوه. القهوة يا سيدي من سيدي جاية من حاجة اسمها كوفي أرابيكا، واللي اكتشف النبتة هذه هو شاب اسمه خالدي في أثيوبيا. الشاب خالدي طبعا كان يعني راعي ساعي في الوقت ذاك، فبالتالي يعني كان يلاحظ أن الغنم نتاعه ما عادش يرقدوا في الليل، يعني في مشكلة، في حاجة غلط، في 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 فيوز مضروب. فعمنا خالدي هذا دار وحده كونان هيك، وبدا يعني يتبع في القطيع شنو ياكل شنو ما ياكلش. انتبه أنه هو ياكل في نبتة هي اللي تخلي فيه في الأخير يعني ما يرقدش في الحظيرة أنت يراقبوه في الغنم نتاعه. بالتالي بعد استكشاف شبح أن النبتة هذه يعني حاجة قابلة للاستخدام البشري، بالتالي بدأ يدق فيها أو يعني يستعمل فيها بطرق بدائية، وبعدين انتشرت ومشت لليمن. اليمنيين في حد ذاتهم أول ما طيبوها واستعملوها مع المية السخونة وفكرة أنها ولت قهوة بالشكل اللي تعرفها أنت اليوم، خلت اليمنيين كأول شعب يتعلمها بالطريقة اللي تعرفها أنت اليوم يتفننوا فيها. هذه يعني من ناحية المصادر التاريخية. من ناحية علمية، أمتى أنت تاخذ لك واحدة شفطة قهوة شنو يصير في جسمك؟ الجسم فيه مستقبلات، زي مستقبل مثلا اسمها ما أعرف شنو نطقها، اسمها أدينورفين أو دينوزين أو حاجة زي هذه، يعني هذا هو. أيوه ده. ففكرة يعني ان الكافيين زي سويسري بالضبط، مكار شوية. ده خمس نجوم اللي بتعملوه ده والله يا باشا. الكافيين اول انت ما تشرب خش مكان ادينوزين هذا اللي قلنا عليه، بالتالي ادينوزين هذا بيزيد في الجسم، بتحس انك انت بتعب ولازم انك انت ترقد وتشحن شويه، لكن الكافيين يخش في مكانه. الكافيين يسبب في ان القلب يبدا يضخ في دم اكثر للعضلات، فبالتالي انك انت تحس بالنشاط، قلبه مع الدم يمشي للدوره الدمويه تحس بالنشاط، فبالتالي يستبدل في مكانه ويعطي في مفعول عكس مفعول الادينوزين. والقهوه تزيد في افرازات الافيدرين والدوبامين والادرينالين، يخلوك ناشط ومتحمس وفرحان زي ما انت توي عم تتفرج في الحلقه هذه. ما شفتم متحمس وفرحان المعلومات اللي انا بنقولها شوي تاني. ولكن لان كل غزال فيه لولب، حتى غزالنا هذا فيه لولب، فيعني الهيئة الاوروبية لسلامة الغذاء صرحت بان يعني الكمية المناسبة لشخص بالغ هي 400 ملي جرام في اليوم، يعني حوالي 5 فناجين صغيرات. وما بقى الحمد لله ما دوش على الناس اللي تشرب القهوة والسطل. I like to work, I like to talk, I like the shit. بقى يا برادر قول لي انا شن نستفيد من الفلفسة هذه، قول لي الزبدة بسرعة، انا بنعرف الزبدة. تقول لك اريكا لوفتفيلد كبيرة الباحثين في المركز القومي للسرطان في روكفيلد في ولاية ميرلند، ان شرب القهوة مرتبط هلبة بانخفاض الموت اللي يجي عن طريق يعني الامراض او السكتات القلبية. شربك انت للقهوة تنزل من نسبة انك انت ممكن يعني انك انت تتوفى عن طريق حاجات تصير لقلبك، فالقهوة مفيدة للحاجة هذه او مفيدة للقلب بشكل عام. مارك جونتر رئيس قسم التغذية والتمثيل الغذائي قال في مقال منشور يعني على مقال لناشونال جيوغرافيك منشور يعني يوم 1 مارس عام 2018، ان الناس اللي تشرب في القهوة الدورة الدموية عندهم تخدم بكفاءة اكثر من الناس اللي ما يشربوش فيها، وكذلك يعني عندك التهابات وبعض الامراض المصاحبة للجهاز الهضمي تكون عند الناس اللي يشربوا في القهوة اقل بهلبة من الناس اللي ما يشربوش فيها. بكري شوية طبعا تفكروا ان قلنا غزالنا فيه لولب. طبعا فكرة او صناعة القهوة للاسف الشديد يعني في دول امريكا اللاتينيه وفي بعض دول يعني اسيا وفي قلب يعني دول حتى في دول افريقيه تستعمل في الاطفال كقوه عامله لانتاج القهوه. فياريت يعني انت قبل انت ما تشرب القهوه تتاكد مصدرها من وين باش انت ما تساهمش في الحاجه هذه. كذلك يعني فكره الاحتباس الحراري لازم انت ما تساهمش فيه، لان الاحتباس الحراري ذوبان التلج تخلي بعض الدول زي البرازيل اللي تعتبر يعني تصنع في القهوه هلبه وتصدر فيها للعالم، المحاصيل بتاعها حتوصل فيها للميه وبالتالي حتغرق، وبالتالي شنو يصير للبن؟ حيرتفع في السعر وتقل الجودة متاعها، لأن النحل في المناطق هذيك حيموت بسبب الاحتباس الحراري. فلازم أنت ما تساهمش في الظاهرة هذه كأنت تبي البن يقعد لأطول فترة ممكنة. في نهاية الحلقة هذه قولوا لي في التعليقات شن نوع القهوة اللي تشربوا فيها ومن وين تشربوا فيها، وشن تنصحوني كشارب للقهوة يشرب فيها بالسطل، قصدي كأحد الناس اللي يحب القهوة. طبعا ما تنساش في كودز حلقات هلبة فاتوك، في كودز حلقات هلبة جاية تقدر تتابعني قناة الواو، كذلك حتى على صفحتي الشخصية راس موضوع. كان معكم يا هجربي، نشوفكم في حلقة جديدة. تشاو.